يقول إذا وضعت مالا لرجل يتوسط لي في حركة نقل المعلمين بحيث يتم على يديه بإذن الله نقلي، فهل وضعي لهذا المال جائز؟ هذا ليس بجائز، هذا من الرشوة، هذا من الرشوة، لأن هذا الرجل يتفق مع الموظفين على أنه يأخذ هذا المال ويتقاسمه وياهم، هذا اتفاق بينهم، فهم شركة رشوة والعياذ بالله، هذا لا يجوز. النقل حق للموظف بدون أنه يقدم شيء، حق له بدون أنه يقدم مال، فعليك أنك تراجع المسؤولين بطلب النقل وتلح إلى أن تحصل على النقل ولا تدفع مال. نعم.